السلام عليكم وصباح الخير. اليوم انا في واحد الغابه جيت نصور لكم واحد الطائر اللي سبحان الله غريب وغريب جدا، كيستعمل الادوات في طريقه العيش ديالو، ومجهز سبحان الله مجهز بعده ادوات اللي عطاها له الله. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معنا هذا الطائر هو طائر نقار الخشب. في المغرب عندنا جوج الانواع، كاين نوع سميتو نقار الخشب مرقط كبير، وكاين واحد النوع اللون ديالو اخضر سميتو نقار الخشب تاع شمال افريقيا ولا بيكلوفايون بهذا الاسم، هذا سماه بالنسبه لنا وقيل اللي سماه اللي اكتشفوه اول مره. غنحاول اليوم ندير لكم بعض السلوكيات ديال هذا الطائر هذا، وتشوفوا معنا هذا الطائر عن قرب وتعيشوا التجربه معنا. تحياتي لكم. شوفوا غادي نوريكم واحد الحاجه، هذا عش نتاع نقار الخشب، ها هو الفتحه كبيره، غالبا غادي يكون البيك لو فايون. شوف سبحان الله بحال اللي مقطعه بحال اللي محفوره بالبيرسوز، حفره مقاده. هذا الغار هذا نتاع نقار الخشب غادي يكون داخل واحد 15 سنتيم ولا، وغادي يكون هبط حتى لهنا لهاد الجهه، غادي يكون واصل العمق ديالو واحد 30 سنتيم ولا 35 سنتيم واصل لهنا. غالبا هذا نتاع البيك لو فايون ولا نقار الخشب شمال افريقيا ولا مغاربي، نقار الخشب مغاربي هو، لان الفتحه كبيره شويه نتاع نقار الخشب المرقط كتكون صغيره شويه. شوفوا الهندسه سبحان الله شي دايره مقاده. هذا غالبا شي باز، شي باز كلا شي حمامه هنايا ولا شي شاهين غالبا. يلا دابا حنا وصلنا للمنطقه فين بغينا نصورو، كاينه هاد الشجيره هادي، ها هي هنا، هادي كندير فيها الكاموفلاج وكنتخبى فيها، كنتخبى فيها من تحت وكندير داك الشبكه من جنب الشجره باش ما كنبقاش نبان. وكاينه شجره هنا كيكون الهدف، هنا كيكون وقف الطائر، كنحاول نصورو تما في الفوق ولا في الجدع ديالها كيبقى يتحرك تما. ان شاء الله غادي نتوفقوا ان شاء الله هذا النهار ونصور لكم صور زوينه وتشوفوا السلوكيات ديالو. يلا دابا سالينا التركيب الكاموفلاج، سالينا التركيب، قادين نسل دابا عاد الكاميرا على حساب الشجره، غنضرب شي تصويره باش نشوف واش الاضاءه هي هذيك. اضاءه رائعه مناسبه جدا. ها هو جا دابا عاد، ها هو جا صاحبنا، ها هو نقار الخشب الاخضر نتاع من افريقيا، هو جا بيك لو فايون، ها هو راه كينقي في الجسم ديالو، راه من اروع الطيور سبحان الله. شوفوا الطريبشة عنده حمراء، كيدير الحنة فوق راسه. هاد الطائر الجميل هذا سميتو نقار لو فايون ولا بيك لو فايون، نقار الخشب الاخضر شمال افريقي ولا مغاربي. هاد النوع هذا كاين فقط في شمال افريقيا المغرب العربي، وكاين نقار الخشب الاخضر الاوروبي يعيشو في اوروبا، وإلا شفتيهم غادي يبان لك نفس الطائر، غير ولكن اختلافات بسيطة في الشكل. راقبو مزيان هاد الفيديو اللي غادي يجي من بعد هذا، واحد الحاجة مهمة جدا اكتشفتها اثناء التصوير، طول لسان هاد الطائر، اللسان ديالو طويل بشكل كبير جدا. هنا غندير الإعادة ببطء، هانتوما كتلاحظوا اللسان ديالو طويل جدا، كيستخدمو لاستخراج اليرقات والحشرات
من وسط لحاء الأشجار، وكذلك ثقب الأشجار. وهذا اللسان هذا الدور ديالو ما كيقتصرش فقط على استخراج الحشرات وعلى التغذية، بل عنده ميزة أخرى مهمة غنحاول نشرحها لكم بالصور، وهذا مقطع آخر كيبين لك طول اللسان تاع الطائر وطريقة التحريك ديالو. غادي نعيد الفيديو ونحاول نعيده ببطء باش يتسنى لكم تشوفوا طريقة تحريك اللسان. سبحان الله اللسان ديالو طويل جدا وفيه واحد المادة لزجة باش كتلتصق بها الحشرات مثل النمل واليرقات. لسان الطائر له دور آخر، يعمل بمثابة حزام الأمان اللي كاين في السيارة، ولكن هو حزام أمان بالنسبة لي للدماغ. هاد اللسان ديالو مربوط في الجمجمة وكيلتف حول الدماغ لكي يثبت الدماغ أثناء النقر السريع المتواصل اللي قد تصل إلى 20 ضربة في الثانية وبسرعة 25 كيلومتر في الساعة، ومع ذلك لا يصيبه الصداع. الفضل الكامل يعود للسان ديالو وكذلك للعظمة الإسفنجية التي خلف المنقار داخل الجمجمة التي تقلل من قوة الصدمة، والفضل كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا الرسم المبياني كيبين أن اللسان مربوط فوق المنقار ويلتف فوق الجمجمة وضاير على الدماغ وكيخرج من المنقار ديالو. وهذا الطائر كيقدر يتحكم في اللسان ديالو مزيان، حيث ملي كيبغي ينقر الأشجار ولا يحفر الثقب كيشد اللسان ديالو مزيان باش كيبقى الدماغ معلق بدون أن يوقع فيه ارتجاجات. انتبهوا مزيان للخاصيه ديال الطائر هذا اللي بزاف الناس ما كيعرفوهاش، الا وهو الديل ديالو، بحيث هذا الطائر كيثبت نفسه بالارجل ديالو وبالديل ديالو. الديل ديالو ماشي كيف الطيور، هو عنده الديل صلب كانها رجل الثالثه مختلفه على الديول نتاع الطيور الاخرى. يقدر يوقف مائل ولا عمودي ولا افقي بفضل القدمين ديالو والديل ديالو اللي كيتبتو في الاشجار. ها انتم كتشوفوا الشكل نتاع الديل ديالو، مختلف شويه على الطيور وصلب. واحد الشيء اخر لاحظتو في الطائر انه ما كيحملش شي طائر اخر يجي حداه ولو كانت الانثى ديالو، الا في وقت التزاوج انت فين ما كيجي شي طائر اخر واحد كيجي واحد كيخوي، ما يمكنش يكونوا بجوج بيه في نفس الغصن. اللسان ديالو كيوجهو باش يلتقط الحشرات عن بعد مثل الحرباء. شوفوا شكون جا، جا نقار الخشب المرقط، هذا ذكر عنده الحموريه في الراس ديالو ذكر، وراه جات واحد الانثى اخرى كانت واقفه لهيا ولات مشات. على الله الا ولات رجعت غادي نولي نصورها لكم. شوفوها طريقة عجيبة باش كيتنقل من الشجرة، كيبقى يقفز قفزات قصيرة إما بالخلف ولا الأمام. أنتم غادي تشوفوا طريقة النقر ديال هاد الأشجار. هاد النقر هدا هو عبارة عن نداء كينادي الأنثى. كيحاول ما أمكن تكون النقرة النداء ديالو قوية جدا، هادشي علاش غيتهرب هاد الغصن الصغير كيتسمع فيه الضربة بجدة. وهذه اللي فوق هاد الغصن أي قريبة من الذكر أنثى، طب ميز بيناتهم اللون الأحمر اللي كاين خلف الجمجمة، الأنثى ما عندهاش لون أحمر. وقتها كتستمتع بنداء الذكر ديالها،
النقرات القوية ديالو. شوفوا الفيديو مزيان، ليس ببعيد من المنطقة صورت هاد نقار الخشب، كيلتقط هاد اللوزة من واحد الشجرة وكيطير به بعيدا لواحد الشجرة أخرى اللي جهز فيها ثقب من قبل، وكيوضع فيها اللوزة وكيبدا في النقر ديالها باش ما كتحرك العوش، باش يستطيع يعمل ثقب في اللوزة وياكل اللب ديالها. كيف كتشاهدوا هو كينقر فيها، واللوزة مثبتة مزيان في داك الحفرة اللي كان جهزها. سبحان الله كيفاش هاد الحيوان تعلم انه يستخدم الادوات. كما كتشاهدوا في هذه اللحظه انه استطاع يكسر اللوزه ويعمل فيها ثقب. الان غادي يستخرج اللوز ديالها. سبحان الله شيء رائع ملي كتشوف هذا الحيوان كيقوم بهذا الشيء. عفوي قبالتك. أن الطائر بدأ في أكل اللب أو نواة اللوزة، حينما ينتهي منها غادي يرمي القشرة ويمشي يجيب لوزة أخرى ويوضعها في نفس المكان. ولكن هذه المرة صديقنا نقار الخشب ما نظفش الحفرة من اللوزة، أتركها هناك، غالبا تكون مفتوحة من الجهة الأخرى حتى يرجع يولي ينظفها ويوضع فيها لوزة أخرى، على ما أظن أنه شبع هذه المرة. من بعد ما شبع لوز مشى يبحث على الحشرات واليرقات داخل لحاء الأشجار. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش دعمونا بالضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. خليكم مع هذه الصور الرائعة اللي التقطتها لهذا الطائر.